كابتن فتحي، كابتن شريف، كابتن أسامة، أعتقد تعادل يعني ممكن نقول عليه إيه؟ ممكن نقول خلاصة الأسبوعين اللي الأهلي لعبهم مع صن داون سواء داخل أو خارج، هو ده رد الفعل اللي بان واللي احنا قلنا عليه قبل كده، وقلنا فترات الراحة وإن احنا جايين وتغيير توقيت اللاعبين في المباريات، قلنا حاجات كتيرة. الناس اللي بتحط الجداول لابد أن تراعي إن دولت بشر، إن اللعيبة دولت بشر، إن اللعيبة دولت مش آلات، مش إن أنا أحط جدول وخلاص هو عاوزه يمشي، مش هيمشي. طب ما هو أنت عندك بكرة تأجلت 4 ماتشات، ما تأجلت لأن في ظروف طارئة جات لك. يبقى في نفس الحكاية عندي ظروف طارئة للنادي الأهلي، إن النادي الأهلي لسه جاي يوم الاثنين ما لعبوش يوم الأربعاء. مفيش منطق يقول كده، مفيش أصول تقول كده. أنا مش بتحجج لأن النادي الأهلي، لكن تشعر إن النادي الأهلي مش قادر، بعيد كل البعد عن إعداده النفسي وروحه الموجودة اللي هي بتأثر في أي فريق آخر. لكن أهل التسعين لازال أهل التسعين، إن هو بيلعب لغاية آخر دقيقة، لغاية آخر ثانية، حتى لو ب10 لاعبين طرد له لعاب وبتلعب ب10 وجات لك الفرص. وبعدين ما اقولش ان في فرص جات لسموحه طوال 90 دقيقه غير الكره دي اللي اتشاطت للشناوي بنت بس، يعني مفيش فرص ثانيه، مفيش امكانيات ثانيه. لكن اقول ان في فرقه مجهده، في فرقه مش قادره تشيل رجلها، مش بمزاجها، الظروف اللي حطتها في هذا الموقف، ظروف الضغط العصبي للمباراتين غير الضغط البدني للي لعبه. هتقولي ما في لعيبه ما لعبوش بس مضغوطين عصبيا، الضغط العصبي ده مهم جدا انه هيأثر على اداء اللاعبين سواء عفوا سواء في التمرير سواء في الاستقبال. لو نشوف الكوره مش قادرين نحتفظ بالكوره على الاقل 10 12 نقله، اللي هي لعب كره القدم، لعب النادي الاهلي، سواء في التمرير تمرير مش مظبوط او في الاستقبال استقبال مش مظبوط، لان الجهاز العصبي اكتر من لازم مضغوط، فحساسية لعب الكرة غير موجودة. بالإضافة إلى تحرك اللاعبين كجماعة، مفيش التحرك الجماعي اللي احنا تعود عليه النادي الأهلي، برضو نتيجة الإجهاد، نتيجة إنك بتلعب في وقت غير الوقت اللي تعودت عليه، نتيجة إن أنت ما نقولش اللعيب فلان أو كان مفروض يلعب فلان بدل فلان، لا كل دي اجتهادات. لكن لما هتقابلك أنت في البطولات كل الفرق، أنت عندك ليفربول ما في ماتشات بيخسر وبيتعادل، مش شرط ان انا النادي الاهلي اكسب جميع المباريات، ومش شرط ان انا اتعلم، مش انا اتعلم، اللي بيوضعوا الجداول يتعلموا انهم يحطوا جداول عشان يدي كل واحد حقه. التحكيم انا مش هتكلم عليه لان الكابتن ناصر موجود هنا مع الكابتن اسلام هيقولوا عليه، لكن انا بقول اللي حصل للنادي الاهلي نتيجه ل 10 ايام او بالظبط 10 ايام سابقين لهذه المباراة، ودي النتيجة اللي احنا شايفينها. فرقة مستريحة اللي هي فرقة سموحة بقى 10 ايام بيقدر يعد كويس، كابتن حمادة عدهم كويس، نظمهم كويس لفرقة مستهلكة. مستهلكة ايه؟ مش بمزاجهم، ده مستهلكة بدنيا، لا نفسيا، لان الضغوط العصبية لبطولة افريقية اللي يشعر بيها اللاعب ويشعر بيها المدرب، اما المشاهد مش هيحسها قوي. فأنا بقول للسادة المشاهدين دي الضغوط العصبية أكتر من الضغوط البدنية. الضغوط العصبية الجهاز العصبي هو اللي بيسيطر على الجهاز العضلي، هو اللي بيسيطر على إنك تمرر صح أو تستقبل صح، وده اللي كان في النادي الأهلي نقص النهاردة لهذه الأسباب.